السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معكم خالد خليفة في مقدمة كورس Genetics Terminology أو Terminology Within 5 Minutes. في البداية قبل ما أدخل في موضوع الفيديو ده، تقريبا الفيديو الوحيد اللي هتشوفني فيه بوشي تقريبا سواء في الكورس ده أو في أي كورس تانية، وده لكذا سبب. أول حاجة إنك مش بتحتاج إن أنا أظهر أو بتحتاج الإكسبريشن بتاعت وشي في حاجة في الكورسات اللي أنا بنزلها على القناة، لأن الكورسات دي بتعتمد على كلام كتير، الانيميشنز اللي موجوده في البرزنتيشن، فلا انت محتاج الكلام اللي مكتوب واي رسمه موجوده اكتر ما محتاج التعبير بتاعت وشي او كده، وبحاول اعوض النقطه دي. تاني نقطه، ان زي ما انت شايف مفيش استوديو صور فيه او كده، مصور في اوضتي الا ان يجد جديد يعني. وطبعا التجهيزات سواء كاميرا او كده مش بالشكل او الامكانيات او اسلوب الكورسات مش مناسب ان يكون انا اظهر يعني بوش. المهم النهاردة دي مقدمة او حلقة صفر، مش هشرح حاجة في الكورس، بس اللي هقوله مهم جدا جدا علشان تقدر تمشي كويس في كورس الترمينولوجي ده. كلامنا النهاردة عن الكورس ده بس، مش باقي الكورس التانية، فانت مهم تركز في الكلام ده علشان تقدر تمشي صح في الكورس ده وتطلع منه باقصى استفادة. الكورس في البداية مصدره الكتاب ده زي ما قلنا An A to Z of DNA Science، وعلشان الناس اللي هتسأل مش موجود PDF. طيب شاريه منين؟ شاريه من معرض الكتاب 2019، ونزلت معرض الكتاب بعدها مرتين او تلاتة ما لقيتهوش برضو، فانا مش عارف بصراحة تجيبه منين يعني، هو جا معايا لقطة. المهم المصدر هيكون الكتاب ده. الكتاب حوالي 100، هو بالظبط 125 صفحة، بادئ تقريبا من صفحة، لا تمام، صفحة واحد. الصفحة واحد يعني معانا 125 ديفينيشن، هيكونوا 125 فيديو. اللي بيميز الكورس ده أول حاجة إن الفيديو مش هيزيد عن 5 دقايق. مش عارف الفيديو ده هيزيد عن 5 ولا لأ، بس أي فيديو في الكورس مش هيزيد عن 5 دقايق. طيب كورس ترمينولوجي، عايزك تركز في الحتة دي. أو الكورس ترمينولوجي يعني إيه؟ يعني أنا هاخد الديفينيشن بس، لما أجي مثلا أكلمك عن الجينوم زي ما هو ظاهر قدامك، او مش هيبقى ظاهر قدامك، مش هيبقى شايف حاجه. خلينا مثلا نقول الجين، تمام، ادي قدامك كده. لما اجي اكلمك عن الجين، انا هتكلم هقول يعني ايه جين سريعا. المهم تعرف لما حد يسالك يعني ايه جين تعرف ترد. لما تكون قاعد في محاضره او في مكان معين وكلمه جين تتقال تكون عارف يعني ايه جين. لما حد صغير يسالك يعني ايه جين في اعدادي او في ثانوي تعرف ترد، او في كليه. لكن مش عايزك تعرف يعني ايه جين وتركيب الجين ووظيفة الجين وازاي الجين بيتنقل من الاباء للابناء، والجين موجود فين بالظبط، والنظريات اللي ذكرت الجين، والجين مثلا يعني بعد كده بيروح فين في الجين اكسبريشن، ان هو بيكون مثلا الدي ان ايه بقى يبقى ار ان ايه وبعدين بروتين والكلام ده كله. لا ده تاخده فين؟ ده في كورسز تانية موجود على القناة برضو، مثلا كورس انترودكشن تو جيناتكس، كورس الاقسام الخلايا، الكورس بتاع الوراثه المندليه، اي كورس موجود. لكن ده انا بعرف الترمينولوجي بس. مثلا الامينو اسيدز تعرف ان هي مجموعه احماض بتكون البروتين، وشويه حاجات بسيطه طبعا هتتقال في الفيديو. لكن مش عايزك تعرف التركيب الدقيق للامينو اسيد، مش عايزك تعرف ازاي بيتكون، ازاي بيرتبطوا مع بعض، ازاي بيكون البروتين، العمليات اللي بتحصل دي عمليات معقدة وكتيرة جدا جدا. طيب مش عايزك تعرفها ليه؟ لأن ببساطة الكورس ترمينولوجي، أنا عايزك تعرف يعني إيه أمينو أسيد أو يعني إيه أمينو أسيدز، علشان لما تتقال قدامك أنت عارف إيه معنى الديفينيشن ده، تعرف تقوله لحد أو تفهمه يعني إيه الديفينيشن ده بإيجاز. يعني الكورس هو إيجاز للحاجات دي، أو هو ده معناه يا جماعة، هو ترمينولوجي. فعلشان بواجه النقطة دي كتير، إن أنا أكون سواء عامل مؤتمر أو موجودين في كورس أو حاجة، وتلاقي الناس مثلا بتقول انت ما اتكلمتش بالتفاصيل قوي، انت قلت حاجه سطحيه قوي. ده لان احنا مستهدفين الحته دي، احنا عايزين الترمينولوجي بس، مش عايزين ندخل في التفاصيل. بيبقى في حاجه ادفانس شويه او يعني معقده، وانت ازاي دخلت فيها مباشره كده، احنا عايزين حاجه يعني مهد لنا. فده طبيعي لان احنا وضحنا يا جماعه والله ان هي بتخص الموضوع ده. فاتمنى تكون النقطه واضحه. الحلقه دي اتسجلت بعد ما حلقتين من الكورس نفسه اتسجلوا. زي ما قلت الظهور هيكون يعني برزنتيشن ورسومات وكده، مش بوشي، الفيديو الاول والاخير. وبس اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه الاولى من كورس الجيناتكس ترمينولوجي.